من المفلسون؟ قالوا المفلسون ثلاثة: كلب الصيد يلهث ويذهب صيده لغيره، البخيل يجمع المال ويذهب ماله لغيره، المغتاب يغتاب الناس وتذهب حسناته لغيره. أربع قواعد اجعلها أساس حياتك: لا تتغير لإرضاء الناس، لا تتلون لنيل إعجابهم، لا تتبدل بسبب فشل، ولا تتكبر بسبب نجاح. أجمل الأرزاق ليس رزق المال، بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر ودعوة أم وعطف أب وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب في الله. وكن كالمطر أينما يقع ينفع، ولا تقل إن الدنيا تعطيك ظهرها، فربما أنت الذي تجلس بالعكس. أجمل حكمة من تلك التي رواها ابن الجوزي رحمه الله: مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، ولذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها.